الشعب المصري العريق حفر القناة الأولى وسيحفر القناة الثانية. هذه الروح الإيجابية، ونحن في انتظار وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد إلى الأذهان أجواء إيجابية سادت كذلك تأميم قناة السويس عام 1956. مرتقب وصول سيادة الرئيس إلى منطقة شرق القناة. كثير من القواسم المشتركة تجمع بين هذه التجربة وتجارب سابقة أثبتت فيها الإرادة المصرية قدرتها على تخطي جميع الصعاب. ربما اختلفت الأسباب والتفاصيل، لكن تبقى الروح الإيجابية والثمار الإيجابية المرجوة كذلك هي المهيمنة على هذا المشهد. كان السبب المباشر للتأميم قناة السويس منذ عقود هو رفض الولايات المتحدة والغرب تمويل مشروع السد العالي الذي كان يهدف إلى تنمية الدخل القومي وتطوير مصر وتوفير مصدر رئيسي للطاقة الكهربية والحفاظ على مياه النيل المهدرة. وما عقب ذلك من مؤامرات لتعطيل العمل بالقناة وإظهار عدم قدرة مصر على إدارتها. وصل بالفعل رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منطقة شرق القناة لتدشين وإطلاق إشارة البدء لتفعيل مشروع قناة السويس الجديد، محور قناة السويس. محاولة جاهدة لإرضاء المصريين جميعا، أيضا
وهذا الحدث